لكن في هذه العشرة بدينا تسليم الميرات. خمسة سليمان الميرات. خمسة سليمان الميرات. هذه وحدة. لمينا من المواد الغذائيه والخضر ان شاء الله نقسمهم على العائلات الفقراء والمعوزين واليتامى، وان شاء الله مزيت مبادرات ثالثه ان شاء الله هذه في اطار 100 قفة ان شاء الله، كل الاحياء اللي محرومه الاحياء البعيده ان شاء الله على في اطار الحجر هذه والاخر نعاونوا خوتنا ومازال ان شاء الله نساهموا اكثر. قمنا باليوم بهذه المبادره والمتمثله في جمع اعانات متمثله في مواد غذائيه، مواد استهلاكيه، وسيتم توزيعها ان شاء الله مباشره الى العائلات المعوزه المسجله لدى الجمعيه والعائلات محدوده الدخل. نناشد اهل الخير يعاونوا خاوتهم الفقراء واللي في المناطق تاع الظل لانهم بحاجه الينا. كاين ناس مساكن راها تعاني وفي معاناه شديده، باش نعاونوا ونكونوا يد واحده الجزائريين نتضامنوا مع بعضنا.